أوراقه سافر للماضي وللذكرى صحى أشواقه عنبر اللي في عز اللي فتح أوراقه سافر للماضي وللذكرى صحى أشواقه عد الأوتار وداعبها وسهر عشاقه سمعه أحلى غناية غنى وردت آها نايك عنبر الليل سمعه أحلى حكاية فيها من الذكريات ريحة عنبر الليل سمعه أحلى غناية غنى وردت آها نايك عنبر الليل سمعه أحلى حكاية فيها من الذكريات ريحة عنبر الليل نيل حكاية تقال الإنسان ينسى للدهر يغير في طبعه لا تهزه أحزان الدهر يغير في طبعه لا تهزه أحزان طول عمره يسعى للحيلة وللحيلة عشان سمعه أحلى غناية غنى وردت آها نايك عنبر الليل سمعه أحلى حكاية فيها من ذكريات ريحة عنبر الليل أحلى بناية غنى وردت آها نايك عنبر الليل سمعه أحلى حكاية فيها من ذكريات ريحة عنبر حنين وغناية في البال مكتوبة رحلة حنين رحلة حنين وبداية وخطوة محسوبة رحلة حنين للماضي وحكاية للماضي منسوبة سمعه أحلى غناية غنى وردت آها غناية عنبر شنو حلوين ها؟ وقتاش باش تعلقها معاد؟ تي بربي انت شكون عملتهم؟ نقول لك على سومهم ما تتفجعش. لا سيادتك جايبهم من باريزا. لازم تتحدث اطلع بيهم. شنو هذوك يا سي خليفة؟ طب هكا ما تقوليش تفضل اقعد تجيب لي قهوة. ثم سيجارة يتعدى حافي هكا. ستوفا برا يقف شوية على أولاد المرأة راهي حبت علومة عمبا ريشك البنوات متاع السكر والقهوة اللي حطيتهم لا والله بابا مريض كل عادة لا والله مريض أكل نحط حاجة تضيع مع شوقها قلش عليها الدار سكنين فيها ناس أخرى الله العافين حاجة نحطها تذوب أهو ما لله
ريتهم. شنو انا حطيتهم انا؟ انت؟ لا انا ما حطيتهمش، وكان حطيتهم انا راني ثبت عليهم انا. هكا يا رسول الله نعدي بالساعه الغرب والنص ساعه وانا فركس في دبشي ولم فيه بالقطعه بالقطعه من بيت البيت. بلا يقول لي شبيك انت الساعه؟ شبيك هي جمال الصفصاف في جره الدور؟ ها؟ فرغت شكل القفة خير من اللي نعملوا عليها تروح كل صباح. شت ايش باش نعملوا في جهاز الطفله؟ ما قلتليش شنو انا قادوش نكرروا مع بعضنا توا. وانا منين جين؟ منين جين تردن عليا؟ ما عندكش مين تاخذ؟ اسمع كانك علي مخبين هذوك ما يتمسوش. نعم مخبين ما يتمسوش اش معناه؟ واحنا الواه مخبينهم ما هو مثل الدعازق. انا في بالي باش تاخذ من عند الحاج خوي. منوبيه اسمع ما تطلع عليش بالكلام الفارغ نتاعك فهمت ولا؟ الحاج ما تجدوش على خليها اشياء يبارك فيك. ايوه تو بعد نقعد انا وياه ونتفاهموا ونتحاسبوا في الوسعه. ما الريق هذا حلوش بيه هربين على بعضنا احنا. انا قلت لك من بعد ما تقوليش ما في باليش. انا ما في بالي. في بالي مسكر من داخل. فاش قال من وقتاش تسكروا الباب قبل ما نجي انا؟ اي تو انا وتحبني نعرف اكثر فيا مش كي خلطت انا. وانا في بالي اليوم جيت بكري خي هاو حسهم دا على بكري. ايش بك تتسهم؟ ما عندك مفتاح لي؟ ها؟ عندك مفتاح لي؟ المفتاح خفاش راح تطاب. تو شنو هي الحكاية تو؟ نزلتش. عيني مكلاتني. شنو أنا مش نكمل العشية هونية؟ الحاج هاي قيوة مزهرة تعمل الكيف. تفضل تفضل. عايش كفر صح؟ يكفي يكفي يكفي. وانت ايش قلت له؟ ايش عندي نقول له؟ غدرني ما كنتش نتصور باش يجبد الهدرة. المهم معطيته تصرف من عدل. وناوي تكلم عمك صادق في الموضوع؟ والله يا بابا ما خبيش عليك ما نعرفش. لو رقت كشفت إذا كان صدقني ربي. كيفاه؟ حاجة من الاثنين، أما حسوا بأن الكوبانية تغلي توقيف الخمسة خدامة هزوا السلع الناقصة وحطوها في الدبو متاع المتلوي باش الكوميسيون دونكات ما تلقى فين تكبش وتتغم الحكاية ويا ناس ما كان باس. أو حاشتهم تصحاح التونسي من الكوبانية باش يقوي بها الرابور نتاع الطرد. قال شنو؟ قال المخزن الكل مريقله. كان مخزن كوبانية تونس بشهادة واحد منها. وقتها يلبسوها مليح للخدامة المطردين. حسبة محسوبة. عمك الصادق عنده الحق.
قطوسة تتربى العروسة سلكوني منها وطردوا خمسة خدامة باش نخاف ونرخ ونسكر فمي قويو. النهار هذاك واللي خلقهم اللي يشوفوه حتى في المنام، والكلام اللي قلته ما زدت جات فيه الصحيح أترى فيك في الإدارة، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يجيبني في الصواب نقبلهم عينيهم بالبروفة، ولا مانيش الشيف صادق. ربي يا عم صادق، قول لشريف ناقصين ماتريال، ما قادوش ماشيين جايين على الدبو، تي ما دخلوا الاتليه وبرا خويا. اخدم باللي عنك ونقص الدوا، الخدمة بالمخ، مش بكثرة الماتريال. يرحم فمك في هالكلمة، والله يا عم صادق كان تشوف الليسة نتاع الماتريال الضايع كل عام شيء من وراء العجب. كل ماكينة تكسر لوحه وجدبوها، ونشريه جديد يمكن يتكلف على الكوبانية أرخص من التصليحة. ما قلتليش، شو أحوال الحاج؟ البارح قابلت صاحبي في فم سيدي محرز، قال لي اللي هو طالع للثانية. ديما هكاك، كل ما أخلاقه تفسد يفلت للثانية، هاكا حاجة وحويجة، يبدل الجو ويتفقد الخدامة. وهو شبيه مش قد بعضه، ساعة البارح خليته زاهي. ما في بالك الفرح مازال ويامات، والحاجة الله يهديه ناوي يتم كل شيء فيسع، والوقت زرب. حتى شيء ما يجي بالسهل، كل شيء يتعدى فيسع. توا نتلموا وناكلوا ونفرحوا أمل. أنا تخمامي الكل على الوالد. علاش تخم؟ شنو اللي صار؟ ناوي نوخر العرس مديدة، ومانيش عارف كيفاش نجبد الحاج الحكاية. فاش قام توخر العرس؟ الراجل عزم عزم؟ عم صادق، فرحش بقلب. وأنا نهارين أخرين طالع المتلوي مو في بالك. يا أخي أنت باش توطن في المتلوي. كان جاي يعرفوها الحكاية نتاع نهارين، ما يعطيونيش رخصة محلولة. شو صغير؟ دبو المتلوي تيحكها راهو صغير. نهارين إذا طارت وتروح، ويا ناس ما كان باس. هي كيف فوتوا نهارين؟ نخلي الأمور ملوحة غاديكا ونروح، ها؟ ولا نقعد غادي وحكاية العرس محلولة لهنا؟ ما هو مرتوى نتفاهم مع الحاج خير. عندك الحق، الأمور هذه ما معهاش لعب. خايف لنجبد له ويمشي حكاية أخرى. زيد حكاية سليمان خويا ما زالت سخونة. ما نحبش نعكسه بالكل. مش لازم تجبد. تكلم معاه انت؟ لا انا ولا انت. مارسيل مش قالك اللي يحب انا نمشي المتلوي؟ ايه صحيح. الله يبارك يا سي مصطفى. إلا الزايرة، إلا الزايرة، تحرم ستيها بعدك انت. عايشة، يعطيك يا جوزيف. شبيكم ترشتوها؟ أنت من قبيلة وأنا ندق نسمع حدا. سامحني، قاعدين يبرفوا والله ما سمعتك. تي هذه مش حبيبة؟ لا مرحبا يا أميمة، شبيك واقفة؟ زوزو خايتي زوز. امشي وخمن سالي، هيك نحبك، هو دي اللي لازم تعمل معاه، ناس كيما هادوم، طيب صحط رقعة وزين أمي. أي أي يا جماعة، كملوا على روحنا. Come on, move,
هذا حساب زوج بالناس؟ وي مسيو، يا اون شومبر دوبل. شنو هذا؟ سو سون لي 4 ديجوني 3 ديني كو مسيو اي سون كومبانيون اون بري سي ا لوتيل. يا اخي انا اغلى من تونس؟ جو نكوا با كو مسيو باي بلو شير ايسي كا تونس. ها غازيان وصلت السلعة؟ صحيح عطيت الفلوس هاكا الطوموبيل لبرا انا نطلع جيب الفاليجات ها فوتخو موني مسيو لا لا ما يسالش خلي عندك ميرسي مسيو أوبا لازم هذوما تركنهم في فاكونة من فاكونات ورد بالك جبتهم هي صحيح هم شوف هزهم الله يبارك Antoine, je t'en prie, n'insiste pas. Je n'ai rien de précis à reprocher à ce garçon. Rien, je te dis rien. Absolument rien ne m'autorise à prendre des mesures contre lui. Ne me dis pas que je ne t'avais pas prévenu. C'est un élément dangereux. Ne te laisse pas influencer par ton amitié pour son père. Tu le regretteras. Je te l'ai dit mille fois. Il me faut des preuves, et non de simples présomptions. Et ça, c'est pas des preuves, non? On les a trouvées sur son bureau, il s'apprêtait à les distribuer. Et tu appelles ça des preuves, toi? Mais ce ne sont que des journaux, tu vois bien, Antoine. Mais... Je comprends pas. Ah, c'est quoi, avec l'idée? Il y a un truc, ça. والدمه ما يطلعهاش يا عندك الساعه والله كيف تسوار سي توا كي اكروشي سا ايسي جو كوا اي ما في بالك وبلا مره قلت لك انطوان ما حبش يطبع لي في الورقه قلت لي ما يسالش على الاقل بلاش الواش طبعا نعاودوا فيه J'ai cru comprendre que tu pouvais faire quelque chose pour empêcher ça ici à la compagnie. Enfin, j'avais espéré. سامحني مسيو مارسيل ما عادش فاهمك. مش انت قلت لي لي الكوميسيون تنجم ترجع في قرار الطرد اذا كانت تظهر سلعة في المتلوي. مش انت قلت لي لي مع الكوميسيون يلزم يمشي واحد تونسي. وي جي بيان دي سا. اي هذا هو الكلام اللي باش نقوله للخدامة في الاجتماع في بلاصة الشيف الصادق اللي طلع مع الكوميسيون المتلوي.
شبيها زاده يا اخي ما تعرفش كارت جوزيف ها ديما تيحو بان وناكاموريا كانك دينا ترينو خير والله بربي فك عليه جرازيانو شبيك متغش على الكمبان انتي؟ مانيش متغش على البان. مالا قولي متغش على الكلمة اللي قلت لك مالا. طيب متغش عليك انتي فجيت. مش نسمع منك ولا من غيرك كيف كيف. انتي على الأقل مازال فيك الخير وتقوب العشرة. أما ابكي على من لحمك ودمك كيف راك يقلب وجهه ويلعب شيطان يحدك في ثنيته. انتي لا شيطان، مو أبوك. ما تنرفز روحك، ساسا غيارة زيد. أختش قلتي العرس؟ نرجمة عمطار ديما يقولي نرجمة باهي شوف لنا حل عاد ما توشوني الصباح ما كنسيه انا شوف انا صباح الخير بابا نهارك زين بابا عزوز جبت بزفتايت معهم شوية كرموس كلهم تمشيش تعال الكرموس على صفر قل لي مشيت قص الفرملة اي قصها البارح في الليل بابا عجبتك نقيشة عم صاحبي عجبته برشا ويظهر لي تحضر غدوة ما نتعاش كيفاش تو عاود مشي قيسها مرة أخرى بس حمادي حل بكري وهوك قياسين خير من القياس بابا تو مخر شوية على الخدمة واش كان عليك مشيت نفاي ساعة مخر وكم مستانس ولا شنو برسال مسربسها للعباد عندك كزوز فطاير كلهم عايش وليدي قبل ما يبرد يعيشك بابا وه يا بنات التوا قهوه مش ربطهاش حلق مسكر من نجم العادي شيء اوه يا امي ما فهمتش تجاه هيك شي يقولوا له سقام العرايس شبيك تتسلوس انت ما تقوليش كنت فسطح مالش كنت تعمل غادي على الصباح ليت على قلبي يشرب ماذا بيا كل سنه قصه كي كتقول لاختك اكبر منك ما تحشمش ضربتني ضربتني زيد اطلع للسطوحات زيد ان شاء الله تطيح وتدقدق يا ربي وتموت ونرتاحوا منك يا عزوز صباح الخير صباح الخير اهلا بمنصور شنو احوال والله الحمد لله سي عزوز على ورقه الاجتماع انا بعيني شفت اللي قطعها وقلعها من التابلو يقلع ولا يقعد اما سي عزوز عندي حاجه نحب نقولها لك والله ومانيش عارف كيفاش نبدا ان شاء الله خير لا لا ما فهم شيء يقلق اما عندي المراه ما تقدرش ويلزمني نهزها للسبيطار هي عاد شبيه قلت زعما نهزها غدوه الصباح ما هو عندنا اجتماع ومناش خادمين هاكا من غير ما نعمر نهار كونجي ونعلمك على ميتي
سي عزوز ما جاوبتنيش سي عزوز اي ولا لا؟ مازلت نسمع منك كلام كيما هذا نشطب عليك جمله. مانيش فاهم يا سي عزوز. يا اخي يا اخي انا قلت كلام عيب. اسمعني منصور، كان كل واحد باش يقعد في داره لواجد فرعيس، ناس مطرده واجتماعات باش تجي انت تقول لي يا سي عزوز. يا سي عزوز ما تغشش عليا، الله غالب الله غالب. هذيك حدنيتي المراه عندها مده ظهرها يوجع فيها، وزيد زيد هالايامات والله الوجيعه لا تخليها ترقد. هزها المراه وقت تحب يا اخي، انا قلت لك ما تهزهاش دواها، هزها وربي يفرج عليها. اما مش غدوه فهمنا، غدوه تجي الناس الكل تصح وتشد الخدمه نتاعها كالعاده، من بعد نتلموا قدام الكونتينر. يا سي عزوز انت راك ماكش فاهمني، انا مانيش باش نفلت، باش نجي غدوه كيما تفهمنا، ومن بعد ما نصح نعمل تنقيزه للدار. يا راجل ما كعرك، عمري ما كنت تخيلك هكا، واحد مصار له في دي والاخر يقول اعطيني شويه للقطوسه. هاني نبع عليك، كنت تحب تهز مرتك للسبيطار ادخل معايا تو نعمر لك كونجي، وكان غدوه ما تجيش مع الخدامه نقبلك النهار، فهمنا؟ الله يبارك يا سي عزوز، الله يبارك. صباح الخير عم عبد الله. شنو ما رقدتش البارح؟ نهارك اسعد الايام ولدي. مسي مارسيل في بيروه؟ لا مازال ما جاش يا وليدي مازال. او توا حبر ما يجي نعلمك. ما قلت ليش عملتوا فيها المشي يا سليمان؟ ما حكيتلكش جرازيانو؟ لا وشكون راه جرازيانو؟ حل الحانوت وفلت، قال عنده قضيه في الحفصيه ولا شنو؟ حتى قهوته ما شربهاش. هذاك يكذب. روح للدار باش يعمل غمزه، البارح اللي كامل عداه يزن في ودني. اي ما لقيتوش حويجه باهي. قطيعات موبيل سوري ان شاء الله فيهم مسوار. تو دوب ما تجي يعمل طلع. لا وليدي انا ثماش طواول، ثماش كراسي، ثماش ماكينه بتاع قهوه، اما الموبيل يا سوري لا هي متاعي ولا نفهمها متاع عماليها، وما عنديش فلوسها زاد. ملي قلت العرس الجمعه جاي عم طاهر. والله ايش نقول لك يا سليمان، الحاج هكا بوك شد صحيح الله يدي، قلنا له زيد وخر، قال لا يلزم يدم العرس في اقرب وقت ممكن، كاين تو البنيه هارب علي تاي في الحفظ الصون. ايوا عزوز شنو راي؟ لا يا عزوز ما حكيتش انا وياه، قال لك ماهوش متفاضي ولا مات عنده برشا مشاكل في الخدمه. هيا زيد قهوه اخرى. لا لا زيني بربي قداش الوقت عم طاهر. العشرة ونص. قيد. هاي في الأمان. في الأمان. ترى تفضل جهز الكاس يجي. شنو استنى؟ الاولاد متكابسين لبرا يا سي عزوز، عمري ما ريتهم هكاكا. علاش شنو اللي وقع؟ والله ما نعرفش يا وليدي، ما نعرفش ما نعرفش. باه باه. Votre réunion, c'est pour demain, d'après ce que je sais, non? Oui, oui, c'est pour demain. Alors je veux savoir ce qui se passe à la compagnie à l'instant même. Allez, خارج باش نشوف استنى. Bien, je téléphone à la direction générale tout de suite. خايفين. علاش شو اللي وقع؟ يردين جار معك كلمتين وخرج. اش قال؟ قال الشاف الصادق في السبيطار. علاش في السبيطار؟ الناس يقولوا ضربته طوموبيل، والناس يقولوا ضربوه بالكرتوش. كرتوش؟ اسمع يا الاخضر، كانك ناوي على البنوات من عندي. غير مضمض. زيدهم على حالك.
كانك راجل راك واقف معاه وخيانك ولاد بلادك. اما انا لازمك. اي نعم. سمعتوا ولا بخرش يقول؟ والله تو نجيب فزلتك هاك الفيكوره نتاعك. اش باخي البلاد على قرك تراز يدك عليا. مطلوب كان روحك. اما انا لازمك. اي نعم. من وقتاش ولا تلبس في زودك تعرف في زودك؟ تيز يا بوس يا بوس. شعب ما يعمل. مزعيم كاتب خواتها وزن القفه للسياد ابو برطله. سكر فمك يا جنهاز. سكر فمك يا جنهاز. سكر فمك يا جنهاز. سايب 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 يا جنهاز. والله يا سي عزوز والله شيء ينطق من الاجناب سبحان الله. بالصباح رب العالمين هو قال من راس مع كلمه جو سون كوال. قال له شنو؟ قال سراك يستاهل ميلي ولا حرق الحليب على السياده الفرنسيس. هكا تفهمنا ست وهامي؟ هذا زعما انت اللي باش تريض الجو. وليش قاعد نعمل يا سي عزوز؟ اما الغير الله يهديه يحب يشعل النار كاننا نحن ناقصين. يا سي عزوز يا سي عزوز واش فيه؟ قتلوه. شكون 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 قتلوه ملالا. جماعة حاضرين؟ ايه حاضرين. قريب تخرج الزنازة. شوف واحد يلم الكراسي كيف تفهمنا انتو كريم قدام السبوت تاكور دوب. عسلامة عايشة. مرحبا بيك يا عايشة. شحوالك؟ لاباس. كنت بعد خالتي فافاني احرقت لها فاي في ثنيتي. قلت خل نشوف خالتي منوبية حاجتها شي بيها. يا لطيف مازال كي جيها عزوز ولد خالي هزها حشاكل درميت تغير لهم. تحب تستنيها شوية حلينا؟ زعما ما تبطاش. ما تبطاش بلا خل نقعد. اه شد طرف السفسير وانا باش شد القفه. شدها بمكسورتك الاخرى عزوز. وفي الشارع فمك خيطو. فين لورنينا عزوز؟ عمتي باش نخف شويه مع الرجل تو فيسع نخلط عليك. في عقلك وليدي الدنيا هاي منسى يخبشين نكزو ياكلونا. سيدي عزوز حلوت الشعر راني ما نسيتهاش. باهي باهي طنجي بالك في يدي. انت فينك؟ على ما بديت قلت هذا ما عادش يجي. هذاك حدي من صباح ربي نهد من بلاصه بلاصه وما زلت باش نمشي سي عبد الرحمن في داره يوصي فيا ويعاود. هي واش رصات؟ هذا ينسيب للدب الولاد كل دفع مازالوا جماعة الدب ولا هي بهم لازم. يا والله غلبة خالي قال العرس النهار الفلاني والمشاكل بدت هابطة ورانا التابعة اسم الله العظيم. تيكي تجي تشوف للحق العرس السابق والراجل مش صغير الله يرحمه عنده بنية وثلاثة أولاد كبار ومعرسين بأولادهم. سبحانه يفرز الحي من الميت. ما قلت لك شي أنا ستر ربي. تعرف شكون كان ماشي في بقعتو؟ شكون؟ عزوز هو اللي عينته لدارة قبل بليلة تقلبت المشامي ورسات عند صادق الله يرحمه. وما في بالك عزوز قاعد لاي في حوس العرس. والله حسيت عليه مش نقول لك لو كان شفت العزاء بدنا تخرب بالرصاص. هاي سي الحاج وما عرفوهمش ولاد الحرام شكونهم هذو؟ الشهود يقولوا أربعة راكبين في طوموبيل وما همش عرب ضربوا هربوا وما يتفكروا كان ترطير الموتور والشيء اللي يتكلم عليهم. والله شيء مخوش واحد قاعد يعمل في جازوزة لا في علم ولا في دريه. هاي سي الحاج والرجال اللي معاه شي يكونوا؟ ما همش معاه حسب القهواجي الصادق حسب القهوة سخونة خذ الجازوزة وخرج لبرا ما لقاش كرسي قاعد بعده. واحد من الاخ من الحومه الاخرى ويهودي ززار الصادق مازال ما سخنش بلاصتو والكرتوش خدم. اي وشكون قال لك اللي هما قاصدين الصادق؟ لا قاصدين الززار بعلم الحم شحم ولا الملاخ خدم لهم خدمه مغشوشه. كلام عمري ما كنت تتخيل يوصل بهم الشيء للدم وتطيح الارواح ولا بالذي لا اله الا هو. اذا كان نخلي الصادق يمشي
الله يهلك ولاد الحرام. شوف يا حاج، انا نمن بها مشى ولا ما مشاش، الراجل عمره حذر واجله نداله. هاي صح صح. هذا عليك ربعين عايش. هاي حاج قول لي ساعه كاني ما شفتكش لا شيء في الدفينه. أمان يا حاج، وشكون اللي هبط الراجل للقبر؟ انا نسال فيك على بعد الدفينه. ماني فركست عليك انا وسي طاهر واخو صادق، ايش اسمه هو؟ سي ناصر. دبرنا بلاصه في الطوموبيل تاع السيد تاع الحزب هذاك، والله ما نعرف اسمه. ثنيه كامله وهو يتلغم علينا وكشاكش وطالعه يسب في المقيم العام. حتى هو ما خلى على ذنبه ريشه. ايش قلت لي اسمه؟ سي عبد الرحمن، ما هو اللي عنده تراكسيون افون كحله. وانا نعرف على بلاه شنو هي ماركتها، واحده فاركتها والعياذ بالله تاكل في الكياس ماكله، اكل مطول يطرطر واكل عجله تزريط. هو ياخذ الدوره وانا اقول مشينا، نغمض عينيا شد قلبي ونشاهد. يقول لي يا مدقوق كيف انت حصلت في المشي؟ في الرجوع عامل على سويقاتك شيء، طلعت هي معاهم، يطلع السيد يطربق الباب يمشي الاوتوموبيل هكا. قلت الله يعدي هالنهار على خير، الرجل ولا يبري بالفرنسيس وبالعربي هو وسي صاحبي. ما صدقت ربي خلط الباب نات، هو وقف الطوموبيل وانا عبطت. شوف يا عزوز ولدي، ايوه وراس ولدي، والله 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 ما عندك علاش تحلف لي. يا هبط من الطوموبيل ركابي ترعش كالقسوه في الريح، وانا اقول لي نشوف نقول لك هاني فهمني، وقلبي يدق وعيني مضبه مسهمه ما نشوف في حتى شيء. شنو هو؟ الله غالب اش عمي نعمل؟ شو ما عم طاهر يا اخي، مازال ثم شكون يخاف من الطوموبيل توا؟ تهز بلا واحد بتاعك. انا طوموبيل، انا نحب سقيه راكزه في الارض، قال لي طوموبيل وقال لي ترينو بلا هدره. انا كروسه، الكروسه دور لي مصاري، نبدا كيفاش ناخذ كروسه ونتلز باش ناخذها. نبدا نقدم ونوخر بالنهارين بالثلاثه. ها اضحك اضحك. عسلامة يا عزوز. هلا فرحان. بس عم طاهر المصل القضية القفة الدار، حطها وراء الكونتوار وبرا اغسل لك الماكينة نتاع القهوة. يا بنتي صلي على النبي، علاش هكا عاملة في روحك؟ عباس ما قتلش يروح، هذه امرأة ما تصلحش رامية سميتتها عليه. لازم ربي سبحانه يظهر الحق ويرجع لداره. نقص شوية يا بنيتي، راك تمرض روحك. وراس بنتي لازم يخرج عباس وتزهيلك الدنيا ويقعد الكل كلي. هاي خو عاد يعيشك عادي منوبي بفرحك بالبنات. أوك حطيت لك طريف سميد وسكر هزهم معاك، إذا تحتاج لحاجة أخرى أنا موجودة، ما تحشمش مني، راني حسبتك البنات ولا أكثر. إن شاء الله في حاجة. أسمع، من نهار الاثنين راك معانا، معاملة عليك في الفرح. إن شاء الله ديما فرحكم دائم.
سعدية سعدية محمد ترى عايش بنتي دخلك القفوة دخل ستاهل نعم هو باش نحكي معاك في النهجة هي باش الحكاية أنا عامل لنا اش تحب خليني نمشي ندب على أيامي ما قلتليش حكيت مع الحاج بالعربية ما زلت ما تفاجئتش بيه باش نحكي له ولا باش نجبدله وقتاش كان سهل ربي باش تتفاجئ بيه وتجبدله انت ليمت الطاير يا ولدي اسم الله ولا شنو كل مرة تخلي نهز في راسي ونلطخ بلاه قولي فاش تهز في راسك وتلطخ فهمني عجيب عامل لا في علمك لا في دريتك الناس الكل في بالهم العرس الجمعة الجاية حوس الحلومة حلولة وقتاش باش نستاذنوا العباد الحنة الحمام التيجانية هذا الكل ناسيها باهي باهي الله يبارك الليلة نفس نوال إن شاء الله باهي خلي عني هي ما كملتيش الحكاية عباس وقتاش تشد نهار الأربعاء العشية جاو هزوم القهوة جيش متاع صبايحية فوعة في الحومة شد من غادي شد مسكين درا شكون ربطها له أنا نعرف شكون ربطها له يمين البكوش في صدره شكون جاب بالك ما قلتليش شنو تعمل سي مصطفى كي تولي فيها واقفة قدام الحاكم ما تخافش نقصوها قبل باهي سي مصطفى وكي هو يشد صحيح اش نعمل الفلس متاعو عندي تهنى وطمان اعمل اللي قلتلك عليه وكل شيء بأجره كثرهم عليك يا سي مصطفى ورحمة أمي اللي نعرفها الجنة واللي زاد مخوجني من دون خلق ربي الكل شهية رمى يروح عليا بسيتي أنا زيني ولا على فلوسي لا وبنت الحرام اتبقك فيه قدام الكوميسار وتجيب في الأمر اسمع ستوفا أنا مش ناخذ بخاطرك لكن نبه عليك ما نحبش بلبس في بيرويا جو با ديستوار طون مون بيرو والله عيب عليك وراس العشرة كلمتين خفاف نهف باه قل لي ما الكوميسار المطور نطلع حبيبك حصلو طلعت خطيك رجولية خزيت اقعد عادي ما نحكي لك نرجع نقعد مع الرجال خير وين عندك ضرب هي توا شنو اخرتها الراجل مطيش في الحبس واحنا ندوروا في صوابعنا شبيه مسخفك حاله مسخفني حالي كل شيء على حلقه وانا نبحث عند الجدرميه هي مش فيه العيب فيه سمعت كلامك قايمه رمي روحي على الراجل على اربعه سوردي يرشق فيهم علينا السي مصطفى نتاعك وكي انت متفضله لله علاش تمد في يدك وتاخذ فيهم هالاربعه سوردي اللي ما مش عاجبينك كان مش الفقر الله يبعده على كل مؤمن ولا ايش موصلنا لهالمواصل شيء ربي ما عطاكش الصبر كي نهار نهارين ثلاثه وتتلف الحكايه ويا ناس ما تلبس بربي منين مش تتلف الحكايه هي حاجه من اثنين يا هو سفيه يا انا سفيها نهرب من القطره نجي تحت المنزل اقعد فيها تعرف اللي روحك بين ايديا كلمه مني بتسكر الدوسي وانت دليلك ملك سي مصطفى يذل فيك بديت تضيع في البوسطه صحيح مانيش واصل الكوميسار المطور ماهوش حبيبي اما زاد كلمه مني وتحل دوسي الكونترا لا شفقه ولا رحمه شنقه مع الجماعه خلاع وانت يا عم الراي ستوفا هاي تقول زي كردي نعيطوا الكوميسار ونحلوا الدوسي مع بعضنا انت وكيفك ستوفا ايش بك مراندي شبيك مراندي تبع خوك مصطفى تربح وتاكل خبزه فارحه
سي مصفى ما تقلقش روحك على خاطري، أنا المرأة مانيش نكرها لا هي ولا اللي في كرشها. ربي الصبر تستنى حتى نجيب لك الطقطوقه، يجد بابا كل يوم طيح فيها الدار. مش خير لك البركه؟ عندك الحق، حتى احنا ثلاثه باركين الدار ما عادش ترفعنا. صار هو سي علي الرصاص السيد العظيم اللي باش خرج باسم الحبسه. يا حبيبه شفت شكون القرباج جاب الماء؟ برا دخلوا. واه مازالش قلت لك دخل الراجل ومش عمل له قهوه. كيفاش دخل عليا راجل وكنت تسمع مولات الدار؟ وتخرج له انت خير ما كثر ربي كان القهوي. يا بنيتي ما تنساش القلة الصغيره عايشه. باهي باهي ما قلت لك ما عادش ننساها. برا عاد راجل يستنى فيسا. أخيرا يا عروسة، سلام عليكم.